الفل ومساء الحلويات، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا. ان شاء الله داخلين على ايام مفترجة وحلوة، وهنعمل مع بعض النهاردة الرقاق. طبعا كلنا لا يخلو عندنا العيد من صينية الرقاق باللحمة المفرومة. هنعمل النهاردة الرقاق الطري، هتعملي بيها احلى صينية رقاق ممكن تاكليها في حياتك. اللي عايز يعرفني يعرفني يا جماعة، والله الرقاق الطري طعمه احلى بكتير من الرقاق الناشف، وعلى ضمانتي جربي الطريقة دي هيطلع معاكي طعمه حلو قوي. وهقولك على افكار كتير تقدري تعملي بيها الرقاق ده، تقدري تستخدميه فيه استخدامات كتير غير صينية الرقاق. عايزة اقولك ان ممكن تحطيه عامل شبه الفطير المشلتت كده، جنبه طبق عسل نحل ولا طبق عسل اسود، شوية مربى بالقشطة كده، وتغمسي بيه هيطلع طعمه حلو جدا، لانه جميل وغني وطري. وشايفين الجمال بيتقطع معايا بكل سهولة، ولو حطيته في ايدي وكرمشته كده مش هيجرله اي حاجة خالص، هيطلع معاكي طري وهيفضل معاكي طري. وكمان هقولك على طريقة ازاي تحطيه في الفريزر بعد ما يجهز خالص في كيسة، وتقدري تطلعيه في اي وقت هيطلع معاكي طري وجميل جدا. اول حاجة معايا هنا كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، قلبتهم مع بعض، ودي بس المكونات الجافة بتاعتي، المكونات بقى السايلة بتاعتي. بصوا بقى يا جماعة، انا كان عندي كيلو من اللبن قطع معايا، اخدت الجزء اللي هو السايب بتاعي، الجزء الكتل ده عملت بيه كنافة، وديتها في حتة تانية خالص، كنافة بالقشطة كده جميلة جدا. طبعا الشرش بقى او الجزء اللي اتبقى بقى من اللبن ده ما بنرمهوش، بنعجن بيه زي ما انتوا شايفين. طب انتي ما عندكيش لبن ولا عندك اي حاجه خالص، ممكن تعجني، قصدي ما عندكيش لبن مقطع يعني، ممكن تعجني بلبن رايب، ممكن تعجني بلبن عادي، ممكن تعجني بميه، هيطلع معاكي حلو وجميل جدا. وهقولك ازاي يطلع معاكي طري دلوقتي. طبعا مقدار على كيلو الدقيق انا استخدمت كوبايتين ونص من كوبايه الشاي اللي موجوده في اي بيت، في نص كوباية مية كده ممكن تشيليها على جنب، لان كل دي بيختلف من واحد للتاني، يعني ممكن تستخدمي الكوبايتين الاول وتنزلي النص، لو لقيتي ان انت محتاجة مش محتاجة خلاص، هتلاقيه بيلزق في ايدك كده وتكون عجينة. هو لزق معايا وبقى حلو قوي. هننزل عليه بقى بكوباية الا ربع من السمنة، سمنة ايوه زي ما بقولك كده، هي السمنة اللي هتخلي الفطير بتاعنا او الرقاق بتاعنا طري وجميل جدا. طبعا تلاقوني بتلخبط كده وبقول لكم فطيرة، علشان انا ليه مسمى تاني، هو اسمه رقاق طري بالنسبة للناس الكهروية وكده. احنا عندنا في سينا في العريش بنسميه الفطير، وهتلاقيه كمان بيسموه السوريين الفطير السوري، هو معروف بالاسم ده. طبعا بيعملوا فيه سندوتشات ومشهور جدا، بيتعمل فيه السندوتشات بتاعت البطاطس والشاورما، بيطلع تحفة زي ما قلت لك، هتعمليه مش هيخسر معاكي، صينيه رقاق مش هيقول لا، تعملي بيه سندوتشات بطاطس مش هيقول لا، شاورما فاهيتا، اي حاجه حابه تعملي بيها، ممكن تعمليه حتى معامله الكريب وتحطي فيه شويه جبن كده، هيطلع تحفه وجميل جدا. طبعا انا جبت صينيه ودهنت ورشيت عليها رشه من الدقيق، وبدات اعمل كور احجامها شبه بعضها كده شويه، عايزاها بالجرامات بالظبط. انا عامله الكوره 124 جرام، ممكن تعمليها اكبر ممكن تعمليها اصغر زي ما تحبي، بس هي دي اللي هتطلع لك الرقاقه كده حلوه ومقاسها حلو وجميل. هبدا بقى افرده، رشه من دي من فوق ورشه من دي من تحت، ونبدا نفرده. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الدقيق ده بيفكرني بذكريات حلوه جدا، كنا دايما متعودين نجمع عند عمتي يوم الخميس. طبعا عمته دي كانت من النوع اللي ايه، اللي الستات بتاع زمان اللي بتحب تخبز كده في البيت، كل يوم تعمل الفطير اللي انا بقول لكم عليه ده، يكون ايه بقى عندها قاعده كده على كرسي زي الكرسي الصغير كده، وجنبها الانبوبه، وحاجه كده بص عايزه اقول لكم زي طبق كده او مقلوب او صاج مقلوب كده، بيبقى متولع تحت النار. طبعا الناس اللي في الفلاحين عارفين شكله، بيتفرد عليه الفطير ده بيطلع قمر قوي. كنت بروح لها دايما واشم ريحه الفطير وهي بتعمله، ويا سلام على ريحته بقى وهو سخن، بيتاكل اكله. طبعا كنا اطفال صغيرين نفضل نجري كده رايح جاي، هي يا عيني تقعد تخبز واحنا ناخد الفطيره اول ما تطلع من النار وناكلها حاف من كتر جمالها وطعمتها، ويا عيني بقى تقعد تخبز. عارف لما انت بقى تقعد تخبز مثلا بالكيلو والاتنين كيلو، وتلاقي نفسك طلعت بفطورتين ثلاثه من كتر ما هو اللي رايح واللي جاي عمال بياكل منها. بس هي كانت بتحبنا جدا، وكانت بتشوف ان الموضوع ده عادي، تقول بالهنا والشفا يا عمتي، كلي وتهني، احلى فطير تاكلوه بالف هنا وشفا. طبعا انا هعمل لكم البديل بقى بتاع الصاج اللي انا بقول لكم عليه في التسويه ده، هنجيب بقى اي صينيه عندك كده زي اللي انت شايفاها دي، وهتقلبيها، وعلى العين اللي في النص هتولعي النار
على درجة متوسطة، لا هي عالية قوي ولا هي واطية قوي، وهنبدأ نحط الفطير بتاعنا. انا عايزاكي بقى تبصي على الفطيرة دي، انا ما رضيتش اسرع الفيديو ولا اعمل اي حاجة في خطوة كله عشان ابين لك كل الخطوات في التسوية في الفطير ده. اول ما تحطيه هتلاقيه لونه ابيض، هتبدأي تبصي عليه شوية صغيرين هتلاقي اللون الابيض بدأ يختفي، وبدأ اللون بدأ يصفر كده، والعجينة بدأت تفصل عن الصاج اللي انت حطاه تحت او الصينية اللي انت حطاها تحت. مباشرة كده تروحي قلبيها بأي حاجة زي اللي انت شايفاها دي. انا بقلب اساسا دي بالمغرفة بتاعت المكرونة البشاميل، يعني ممكن تستخدمي اي حاجة عندك، عصاية شيش تاوك ممكن تقلبي بيها، اي حاجة عندك مدورة كده ممكن تقلبي بيها. زي ما انت شايفين بنقلب كده، بنسيبها دقيقة على الوش الاولاني ودقيقة على الوش التاني، هتلاقيها بدأت تعمل فقاقيع كده وبدأت تاخد لون، وهتلاقيها بتقب منك. قبت منك دي حاجة حلوة جدا، ما قبتش عادي مفيش اي مشكلة خالص، لان احنا لاحظوا ان العجينة دي احنا مش حاطين فيها لا بيكنج باودر ولا خميرة. بيطلع بقى طعمها يا جماعة رهيب، ريحتها قلب البيت يا جماعة بطريقة فظيعة. عايزة اقول لكم ان الفطيرة دي بتتباع بره الواحدة بجنيه واتنين جنيه، لو رحتي عند اي محل سوري هتلاقي ايه الفطيرة دي غالية وبرقم. تعمليها في البيت انت بطريقة سهلة وبسيطة، وتجيبي كيلو دقيق ومتعي نفسك. عايزة اقول لك ان كيلو دقيق عمل معايا 14 واحدة، وانا ايه يعني عاملاه تخين، يعني مش عاملاه رفيع. يعني انت لو عملتيه رفيع او اصغر شوية ممكن تعمل معاكي وتلمي معاكي حوالي 20 فطيرة. زي ما شايفين كده بدأت تاخد معايا لون وبدأت ايه تنفخ معايا، هو ده اللون المظبوط اللي انا عايزاه، مش عايزه اكتر من كده ولا اقل من كده، يا دوبك تاخد لون كده من الاول ولون من التاني. انا هنا بوريكم طريقه تانية للفرد بتاع العجينه، لو انتي من الاشخاص اللي ما بتعرفيش ترمي العجينه وهي مدوره كده على الصينيه، تقدري تلفيها على النشابه بتاعتك وتفرديها بالراحه خالص على الصينيه. اكيد اظن ما فيش ابسط من كده، طريقه بسيطه خالص. على طول هتلاقيه بصي شايفه بدأ ياخد لون من الناحيه الاولانيه، نقلبه على الوش التاني على طول هتلاقيه تنفخ معاكي. حبيت اعمل لك اكتر من واحده عشان تشوفي طريقه التسويه المظبوط، وهي اهم خطوه عندي في الرقاق. طبعا الرقاق جميل وحلو قوي، يعني يا جماعه بجد الرقاق، صينيه الرقاق بالرقاق الطري بتطلع طعمها حكايه، جربيها وعلى ضمانتي. لو انت كل سنه بتعمليها بالرقاق الناشف اعمليها السنه دي بالرقاق الطري، هتعجبك جدا. زي ما قلت لك انت ممكن تستخدمي الرقاق ده كعيش، جنبه شويه عسل تفطري بيه، حبه طحينه، شويه مربى وقشطه، هيطلع جميل قوي معاكي. وبصوا شايفين الطراوه جميل قوي، تكرمشي في ايدك ويرجع يتفرد تاني. عايزه بقى تحتفظي بيه بقى لحد العيد، ممكن تعمليه قبل العيد وتجيبي اكياس عندك وتبداي تطبقي الفطيره وتحطيها في الفريزر. قبل بقى ما تيجي عايزه تاكليه قبلها بساعتين تطلعيه يطرى كده على الرخامه، حابه تسخنيه مفيش اي مشكله خالص ممكن تسخنيه، هتلاقيه طري معاكي طازه وبقى كانك لسه مطلعه او لسه مسويه حالا. وده كان فيديو النهارده، فيديو الرقاق الطري او الفطير السوري او الفطير العرايشي، حاجه سهله وسريعه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، هستنى ارائكم في تعليقاتكم، ما تنسونيش في اللايك القمر والمشاركه وتطبيقاتكم القمر بتاعتكم. شكرا ليكم على المشاهده، واستنوني في وصفات اخرى. باي باي.